المملكة المفقودة، اسم على مسمى، خطأ واحد سيكلفك الكثير، خطأ واحد سينهي دورك، فهل أنت مستعد لهذه المغامرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم عندنا مقطع خاص عن المملكة المفقودة، المقطع اللي انتظروه كثيرين. أتوقع أن الآن معظمكم عنده خبرة عن كيفية اللعب في المملكة المفقودة، لكن هذا المقطع موجه للمبتدئين، وفي نصائح وفي تكتيكات وأشياء إن شاء الله أنها تعجبكم. واللي بقول الآن هي من وجهة نظر شخصية، يعني أنا كفهد لي نظرة خاصة في المملكة المفقودة، وكل واحد له يعني نظرة ورأي خاص في هذا الطور. تمام، خلونا نبدأ من دون كثرة كلام لأن الحديث يطول، وأنا قاعد أحاول أختصر الموضوع بشكل مفهوم وسلس. ممتاز، نبدأ مع أول شيء اللي هي تجهيزات للمملكة المفقودة. طبيعي أنا قبل ما أدخل على شيء لازم يكون في الحقيبة عدة أشياء متوفرة عندي، فخلونا نسويها بهذا الشكل، جدولين. تمام، المحارب والمزارع الداعم، قسمين كذا. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه في لاعبين تنطبق عليهم صفات تصنفهم كمحاربين، أما القسم الثاني فيهم صفات الداعمين، وهذه راح نجيها قدام بعد شوي. طيب خلونا نشوف إيش اللي لازم يكون عند المحارب وإيش اللي لازم يكون عند الداعم. طبعا الأرقام هذه هي مجرد أرقام تقديرية، يعني مو هو بلازم يكون هذا الشيء، لا يعني هذا كيف أقولها، الزبدة يعني لا يقل عن هذا العدد، لأن الحرب يبغى لها نفس طويل، وطبعا راح تنقص هذه الأشياء وبتبدأ تجمع ومدري إيش. فهذه هي الموارد. الشيء الثاني عندنا هي اللي هي أنك تجمع أكبر قدر ممكن من التسريعات، لأنك حرفيا راح تحتاجها. الشيء الثالث، أدوات هامة في حقيبة المحارب وأدوات هامة في حقيبة الداعم. ممتاز، خلونا نشوف حقه حقيبة المحارب. عندك سعة، زيادة سعة الجيش، هذه لازم، لا مو بلازم يعني إذا قدرت أنك توفرها وهو الأفضل. وكذلك إعادة المواهب، بتقول لي ليش يا أخي؟ لأنك في بعض الأحيان راح تضطر أنك تعيد بناء الشجرة لأي من القادة، على حسب أنت في وضعية الدفاع أم الهجوم. تمام، لكن هل هو شرط أساسي حتى تقاتل؟ لا مو شرط أساسي أبدا، ولكن أنا أعطيك الأفضل، الأفضل أن هذا الشيء يكون متوفر عندك في الحقيبة. تمام، نقاط الحرب مهمة جدا جدا جدا، لأنها هي الأساس، وبعلمكم ليش قدام. حلو، الآن بعد ما عرفنا إيش اللي لازم يكون عندي في الحقيبة، ننتقل إلى شيء اسمه خواص المحارب والداعم. كيف أعرف أني أنا محارب وكيف أعرف أني أنا داعم؟ وهذا ما هو عيب أنك أنت تكون داعم أو مزارع. بتقول لي ليش؟ يعني ليش تقول كذا؟ لأنك أنت مكمل للمحارب، المحارب من دونك ولا شيء. طبعا بتقول هذا يعني تعزيز تسليك ولا إيش بالضبط؟ لا 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 لا، افهم معي زين، افهم، المحارب يحتاج التعزيزات منك أنت في حالة الدفاع أو الهجوم، يحتاج دعم بالموارد، وهذه أشياء راح تتطرق لها بعد شوي، بعد هذه الفقرة. تمام، خلونا نشوف شو الخواص. طيب محارب داعم، أوكي، لازم يكون عندكم جنود مستوى رابع الاثنين. المحارب يمتلك جيش كبير لا يقل عن 300 أو 250 ألف جندي من كل نوع، يعني يكون عندك 250 ألف فرسان،
250 ألف مشاه أو 250 ألف من الرماة، فهمت؟ بهذا الشكل. طبعا الداعم لا يمتلك هذا القدر من الجيش فيسمى داعم. النقطة الأخيرة اللي هي لازم عند المحارب يكون عند قائد واحد ملحمي أسطوري لكل نوع من الجنود، يعني يكون عند قائد فل مهارات فل. مثلا أعطيك مثال، المشاة يقودهم الكوري مونديوك، تمام؟ ليه؟ لأنه عندك والله مهارات فل، والقائد الثاني عاد أنت حط اللي يركبون معه سانزو ولا أي واحد غيره، تمام؟ بس الأهم يكون عندك قائد واحد لكل نوع من الجنود بمهارات مكتملة وأكيد مستوى مرتفع. أما الداعم فهو لا يمتلك أصلا قادة بمهارات مكتملة. فهمت الآن إيش اللي عند المحارب وإيش عند الداعم؟ تقدر الآن تصنف نفسك، مو بعيب أبدا مثل ما قلت. الآن بعد ما عرفنا الخواص ننتقل إلى شيء اسمه أدوار المحارب والداعم في المملكة المفقودة. أكيد لك دور طبعا. نسويها بهذا الشكل، محارب وداعم. المحارب يقاتل في الميدان، الداعم عليه أن يتجنب القتال في الميدان أبدا. انسى هذه الفكرة، لا تحارب على أرض مفتوحة نهائيا. الشيء الثاني، كلكم ترسلون تعزيزات في حالة الدفاع أو الهجوم، يعني إذا بتدافع عن علم أو معبر أو حصن التحالف كلكم تساهمون بهذا الشيء، أو إذا في حشد يعني تنضمون لهذا الشيء عادي جدا. شفت كيف دورك مهم؟ الشيء الأخير والثالث، المحارب يتولى قيادة الدفاع أو حشد هجوم إذا، ركز هنا معي بالضبط، إذا كان يمتلك قائد أسطوري بمهارات مكتملة. والأفضل أن يكون مع T5، لأن T4 وضد T5 النتيجة محسومة يعني للخصم، فلازم على الأقل يكون معكم T5. الداعم يدعم بالموارد للمحارب، طبعا كل لاعب له عمليات حسابية تخصة، يعني أنت بشكل تقديري من عندك، يعني قدر هذا الشيء من عندك أنت، أنا ما أقدر أقول لك كم، لا أنت حسبها وضبط نفسك وعرف كيف تدير الموارد حقتك بحيث أنك تفيد المقاتل الفلاني. غالبا T5 يحتاجون الذهب منك، الذهب هذا يعني ألم بالنسبة لهم، تمام؟ فكل مملكة عاد تسوي لها خطة اقتصادية، توزع المهام للداعمين وتحدد من الداعم ومن المحارب وتعرف التفاصيل، وكذا يحددون الأدوار وتكون يعني يكون الشكل منسق ومنظم. الحين خلاص عرفنا الأشياء هذه، بعد ما عرفنا أبرز وأهم الأشياء ما قبل الدخول للمملكة المفقودة، ننتقل الآن ونتعرف على الخريطة حقة المملكة المفقودة. هذه هي، تمام؟ طيب إيش اللي يصير فيها؟ طبعا بهذا الشكل كل مملكة لها مكان خاص فيها تسمى بالمنطقة الرابعة، وهي منطقة الأمان، بمعنى أنه الأعداء ما يقدرون يدخلون فيها أبدا، لذلك اسمها منطقة الأمان. حلو. والمنطقة اللي بعدها اسمها الخامسة بهذا اللون، واللي بعدها السادسة، وأخيرا السابعة اللي فيها القلعة الأخيرة. القلعة الأخيرة. طيب طبعا الأسهم هذه هي المعابر أو البوابات المؤدية للمناطق هذه. حلو، ركز معي بالضبط. آخر أسبوعين تقريبا، أو والله ناسي كم، يا إما 3 أسابيع أو أسبوعين، المنطقة الرابعة راح تتحول إلى منطقة خطرة. نعم، تصير منطقة خطر، أنت الآن لست آمن، أي أحد يقدر ينقز عليك، تمام؟ يقدرون يحتلون البوابات للمنطقة الرابعة اللي هي حقتك ويدخلون عليك
ويسيطرون على القلاع أو المعالم الموجودة داخل هذا المكان. فإذا أنت ما عندك استعداد أنك تقاتل أو تعبت من القتال أو خايف أنك يعني تفقد الجنود وخلاص يعني تحس أنك أعطيت كل ما عندك، خلاص تقدر ترجع للمملكة الرئيسية حقتك، خلاص انتهت لعبتك هنا، انتظر الجوائز فقط. هذه هي. فهمت الآن الخريطة ودورها؟ حلو. الآن أبغاك تركز معي بالضبط، أبغاك الآن تترك أي شيء لهيك وتركز معي بالضبط الآن، لأن اللي بقوله إذا ما التزمت فيه أنا ماني مسؤول عن إيش اللي راح يصير لك بعدها. لأن فعلا ناس كبار، ناس يعني قوتهم تعدت 70-80 مليون وانتهت لعبتهم، أو خسروا، خليني أقول خسروا يعني الكثير بسبب إهمالهم لهذه النصائح، وهي تعتبر من أساسيات المملكة المفقودة. طيب خلونا نشوف أول شيء، إيش اللي عندنا أول شيء؟ أنت إذا تبغى تطلع وتسجل خروج من اللعبة لفترة قصيرة، فعل الدرع أو كن على أرض تحالفك. طيب شو الحكمة أني أكون على أرض التحالف؟ حلو، أنت إذا كنت على أرض التحالف حقك اللي مسيطر عليه، ما حد راح يقدر يهجم عليك أبدا نهائيا، إلا إذا حرقوا العلم اللي أنت واقف عنده فتصير أنت مكشوف. علشان كذا قلت لفترة قصيرة، يعني تشيك أنت بين فترة وفترة، تشيك إذا في أحد اعتدى أو قربوا منك علشان يحرقون العلم اللي عندك وبالتالي تكون مكشوف. فهذا شيء تقديري من عندك الوقت. طيب إذا بغيب لفترة طويلة مثلا أبغى أنام، حلو، لا هنا يختلف الكلام. إما أنك تفعل الدرع 24 ساعة حق أبو يوم، أو 8 ساعات إذا أنت يعني نومك خفيف، أو الأفضل من هذا أنك تعود للمنطقة الآمنة اللي هي فيها مملكتك اللي بدأت منها، تمام؟ لأنه هناك مثل ما قلت ما حد راح يقدر يدخل عليك. هذه بالنسبة للنصيحة الأولى. طيب النصيحة الثانية، لما يكون الوضع فيه تعزيز دعم في حالة الدفاع أو الهجوم لعلم أو معبر أو حصن التحالف، تمام، ارسل جنود بكميات قليلة. مثال ارسل 10 أو 30 ألف كحد أقصى على حسب استطاعتك. أنت تقدر هذا الشيء وكم عدد الجنود اللي عندك، فالرقم هذا تقديري من اللي عندك أنت، خلاص يعني أنت تحدد الرقم. طيب وش الهدف أني أرسل؟ يعني ليه ما أرسلهم دفعة واحدة؟ الهدف أنك تقلل خسائر الجيش. لا تخاف، إذا الكل راح يعزز ويدعم بإذن الله أنه راح يتعب العلم، ولكن راح تكون الخسائر بالنسبة لكم قليلة حتى تقدرون ترجعون مرة ثانية وتدافعون أكثر من مرة. مثل ما قلت الحرب يبغالها نفس طويل وأنت تحتاج الجنود، تمام؟ صحيح أنك راح تخسر ما هو بعيب، وراح تدرب ولكن خلك ذكي، خلك ذكي في الحرب، لا تخسر كل شيء، العب بذكاء. طبعا أكيد إذا العدد قليل في العلم وشفت العدو أكثر منك اطلع من العلم مباشرة، لا تقعد في العلم نهائيا حتى إيش ما يقضي عليك ويكبدك خسائر وتكون النتيجة أصلا يعني محسومة له مسبقا. فاعرف عدوك كم العدد اللي طالع فيه بالكشافة، ارسل كشافة عليه، شوف العدد، شوف الجنود T5. طيب هل في إمكانية أني أنا أقعد في العلم؟ لا، مع السلامة، أرجع للمدينة. بهذا الشكل، هذا بالنسبة للنصيحة الثانية. طيب النصيحة الثالثة إيش هي؟ إذا كنت في حالة هجوم، يعني في حشد وأنت مشارك فيه ضد علم أو حصن أو معبر، لا تقترب أبدا من محيط العلم. إذا كان خصمك المدافع أو المهاجم عند قائد Area of Effect، عنده هذه الخاصية يعني، لأنك راح تتأثر بالضربات هذه، فانتبه لهذه النقطة، انتبه تماما.
ابتعد عن محيط العلم. شوفني حطيت لك دائرة. طيب زي مين مثلا قائد Area of Effect عنده هذه الخاصية مثلا انه يقدر يضرب اكثر من شخص، يعني 5 أو 6 اشخاص، اللي هو يي سونغ، هذا احدهم. في سان تسو ولكن اغلبهم يختارون يي سونغ لانه اقوى. طيب النصيحة الرابعة، تحرك مع مجموعة اثناء القتال في الميدان، بالضبط زي ما تسوي لما تقاتل حراس المعابد او الجارديانز، البعض اللي زي ما يسمونهم البعض. طيب كيف؟ انا ما فهمت الكلام هذا. حلو، شوف هنا عند انت الاخضر وهذول اخوياك والعدو بالاحمر، استهدفوا يعني شخص واحد فقط، والثانيين راح يعني يتشتتون، يعني بيحاولون يضربون هذا وهذا. فانتم لما تركزون على واحد وهذه وهنا التنسيق المهم بينكم، فإذا كان عندك ديسكورد أو وسيلة تواصل يعني في تنسيق الضربات يكون أفضل من أنك بس كذا تدخلوا بس. طبعا إذا انهزم هذا اللي ضربته بيرجع على طول، تتجهون على غيره، تحددون واحد وتخشون فيه كلكم بهذا الشكل. صدقوني هذه الطريقة ناجح وفعالة، يعني تهاجمون كمجموعة، مو كل واحد الحالة، لا ادخلوا كلكم مع بعض تجاه هدف واحد. فهمت الفكرة الآن؟ حلو، هذا اللي كان عندنا لنصائح المملكة المفقودة. ممتاز، الآن بعد ما عرفنا الأشياء هذه في ننطلق إلى شيء اسمه أهداف المملكة المفقودة. طيب إيش الهدف الرئيسي من المملكة المفقودة؟ أكثر مملكة تجمع نقاط، ركز معي هنا، أكثر مملكة تجمع نقاط هي الفائزة، وبعلمكم سالفة لكن بعدها. في عندنا هنا 3 أقسام، فردية للتحالف للمملكة. طيب إيش الأهداف اللي أقدر من خلالها أني أقدر أكسب نقاط؟ وفي شيء اسمه لائحة الشرف، فراح تشوف يعني النقاط والممالك والتحالفات واللاعبين اللي مسيطرين وعندهم نقاط كثيرة. أولا من خلال قتالك للبربر بشكل يومي ومستمر، يعني طالما أنك موجود في المملكة المفقودة استمر في قتال البربر على حسب استطاعتك وعلى حسب يعني كم عندك نقاط الحرب. الهدف الثاني تدمير حصون البربر أو قلاع البربر. طيب بتقول لي ليش يا أخي؟ لأنه هذه تعطيك نقاط أكثر من أنك لما تقاتل البربر لوحدهم. طبعا قتال البربر يعطيك جوائز تلقاها هناك، إذا دخلت في المملكة المفقودة راح تعرف وش الجوائز. الهدف الثالث تسيطر على أكبر قدر ممكن من المعالم والحصون. ممتاز، لأن هذه الأشياء تعطيك نقاط، أنت طالما أنك مسيطر على معلم فالنقاط هذه ماشية معك إلى نهاية يعني طور المملكة المفقودة. طالما أنك مسيطر عليها النقاط تمشي في يعني في الثانية أتوقع في الدقيقة، والله ناسي بالضبط، لكن في نقاط معينة تمشي 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 إلى ما يجي واحد يأخذها منك أو تنتهي المملكة المفقودة وهذه النقاط سارية المفعول. طيب مثل ما قلت الهدف الرئيسي هو أنك تجمع نقاط، لأن المملكة الفائزة راح تكون بهذا الشكل، أكثر مملكة تجمع نقاط هي المملكة الفائزة وليس أكثر مملكة قاتلت ومدري إيش. طبعا القتال وسيلة كبيرة بالسيطرة على الأشياء هذه، لكن الهدف الرئيسي هي النقاط. أتوقع وصلت الفكرة الآن. السالفة اللي كنت بقول لكم عنها أني يوم كنت في المملكة 20 بدأنا بقوة، يعني كنا حريصين نقاتل البربر، كنا حريصين على تدمير قلاع البربر، وكنا حريصين أشد الحرص على السيطرة على المعالم والحصون، يعني وهذا يعني كانت تعطينا نقاط مستمرة للمملكة، ماشية النقاط عندنا ماشية ماشية ماشية، اتفقنا مع المملكة الفلانية والمملكة اللي جنبنا أنها تعطينا المعالم اللي عندها. ليش؟ لأنهم يعني مملكة ضعيفة وتحتاج مثلا مساندة أو حماية،
فكان في اتفاقيات بيننا وبينهم، تبغى أحميك، تبغى أني أنا أساعدك، تبغاني أدعمك، عطني المعلم هذا وأبشر باللي يرضيك بس. وفعلا كان الاتفاق مثل ما هو، حتى فتحت المعابر على المنطقة السابعة اللي فيها القلعة الأخيرة اللي تعطيك نقاط أكثر من أي معلم ثاني. إيش اللي صار؟ 4 ممالك اتحدت ضدنا حنا لحالنا. الحلفاء حقيننا ما يقدرون يسوون شيء، ليه؟ لأنهم هم أصلا يعني ضعيفين، فما عندهم القدرة على أنهم يساندونا أو يسوون شيء. لا، كانوا في موقف المتفرج، وأنا أتفهم هذا الشيء، هذه قدرتهم وهذا يعني طاقتهم، فمتفهم تماما. لكن لاحظ معي هنا، كان هدفهم أنهم يحرمونا من المعالم اللي حنا مسيطرين عليها، بحيث أن النقاط ما يكون شغال معنا، يرتفع كل شوي، يرتفع يرتفع. في آخر 3 أسابيع فعلا قدروا أنهم يسيطرون على المعالم، وتعبناهم شوي، يعني قدرنا نأخر الوقت حتى تكون النقاط ماشية، وجزء من عندنا يقاتل البربر، وجزء ثاني يقاتل يدمر قلاع البربر، كلها لأجل النقاط. وبالأخير انتصرت المملكة حقتنا اللي هي 20، بسبب أننا أكثر مملكة جمعت نقاط، تمام؟ مع أنهم كانوا فرحانين ومدري إيش، لكن فعلا كان يعني نصيب الأسد لنا. فالحمد لله على كل حال، هذا بسبب الحرص على تحقيق هذه الأهداف. طيب، هل هذا كل شيء؟ لا طبعا، في شيء اسمه إنجازات الغزو، وكذلك تنطبق على نفس الترتيب اللي قلت لكم، للفردي وللتحالف وللمملكة كذلك. في أكثر من شيء تسويه وراح تعرفه، وكويس أنهم يعني معربين اللعبة، لأنه راح تلقى كل شيء واضح قدامك. ولو بقعد أشرح كل واحدة منها بناخذ وقت أطول في المقطع، وهي سهلة، لكن في شيء معين أبغى أبينه، اللي هو إيش؟ نقاط الشرف. بتلقي شيء اسمه كذا، تحدي نقاط الشرف. طيب هذه كيف تحققها إن شاء الله؟ هذه يا بطل في شيئين، في شيء اسمه الأطلال القديمة، وفي شيء اسمه مذبح الظلام. طبعا بتكون متوزعة حول المملكة بشكل كامل، فركز لي على هذين الاثنين. الأولى راح تقعد فيها ساعة، يعني مطلوب انك تقعد ساعة في المربع هذا، وراح يطلعون فيها من هذا المكان اللي هو الأطلال القديمة الحراس أو الجارديانز مثل ما يسمونهم البعض. فأحرص أنك ترسل كل اللي تقدر ترسله، إذا تقدر ترسل 5 جيوش أرسل، 4 أرسل، كل شيء عندك باختصار. تقعد في المربع هذا ساعة، وبتشوف العداد أسفل الصورة بهذا الشكل ماشي. الشيء الثاني اللي هو مذبح الظلام، هذا أصعب من حق الأطلال القديمة. ليش؟ لأن مطلوب منك تقعد 2 ساعة، ومو بس كذا، الحراس اللي يطلعون من هذا المكان أصعب بكثير من اللي يطلعون في الأطلال القديمة، لكن راح تجمع النقاط وشوف الفرق. النقاط الشرف الفردي هناك 15، وهنا 50، تمام؟ في مذبح الظلام شيء مهم، شيء مهم جدا، وترى جوائز حقتها جدا ممتازة. الأشياء هذه هي اللي تعطيك جوائز قوية، راح تساهم في رفع مستواك ومستوى القادة والمدينة بشكل عام، تمام؟ طيب وين ألقاها على الخريطة هذه؟ أنت تسوي زوم أوت، تمام؟ إذا سويت زوم أوت راح تشوف شكل على الخريطة زي كذا، زي اللي على اللون الأصفر. فإذا شفت هذا الشكل فهذا اللي أنا أتكلم عنه، حلو؟ الأهم أنك تقرأ، هذا مذبح الظلام وهذيك أطلال الأطلال القديمة. نصل الآن إلى ختام مقطع المملكة المفقودة. أتمنى أن الشرح كان وافي، أنا حاولت أني أختصر قدر الإمكان وبشكل مفهوم وسلس، ولكن هل هذا كل شيء؟ لا طبعا، أنت لازم تكون صاحي، لازم تكون واعي للي قاعد يصير،
لازم تكون ذكي في الحرب، ما تكون يعني كذا داخل، لا فكر، قيم المواقف، قيم الأحداث اللي قاعدة تصير حولك. بتصير في خيانات، في انقلابات، في مشاكل بتصير في المملكة نفسها بسبب فلان والله ما التزم بهذا الشيء، أو التحالف الثاني كان مقصر. فتوقع كل شيء راح يصير في المملكة المفقودة. قد تخسر أعضاء يعني يتخذون قرار أنهم ينتقلون بعد هذا الطور، وقد تنتهي لعبة البعض فيتركون اللعبة. ففعلا يعني اسم على مسمى، المملكة المفقودة، راح تفقد يعني أخوياك، راح تفقد إذا ما عندهم نفس طويل. ركز معي، إذا ما عندهم نفس طويل في القتال والصبر على الأحداث، الدبلوماسيين حقين المملكة اللي يتفقون مع الممالك الثانية لازم يكونون يعني علاقات ويختارون الممالك القوية. مو بشرط انك تكون منافس يعني على القلعة الأخيرة إذا أنت ما عندك القدرة على المنافسة، لا، على الأقل طبق مقولة جاور السعيد تسعد بهذا الشكل. فعلا أنت إذا كنت مع القوي راح ترتاح نفسيا، تنشغل بتجميع النقاط، تنشغل بحصد الجوائز، لأنك أنت عارف قدراتك، تمام؟ فلا تدخل حرب خاسرة مسبقا. وبخصوص التي فايف، لازم يكون ما لا يقل عن 10 لاعبين تي فايف في مملكتك حتى تستطيع المنافسة المملكة يعني بأكملها. إذا والله ما عندكم تي فايف إلا 5 أو 3، فأنا أعتقد أن من الأفضل أنك تبحث عن حليف قوي تستمد قوتك منه وتستفيد من جميع الجوائز. هذا اللي كان عندنا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، نراكم على خير، في أمان الله.